حزب اس بي او يدعو حزب الشعب لان يكون واقعيا في ظل التضخم المرتفع. الرئيس الجديد للحزب الاشتراكي يلمح الى تشريع استخدام القنب بشكل قانوني. النمسا تحذر روسيا من التدخل في امن المحطات النووية الاوكرانية. برلماني نمساوي يطالب بترحيل اللاجئين السوريين والافغان بسبب وحشيتهم. محكمة تدين صديق هايدا السابق بتهمة الاحتيال على مكتب العمل. وشركة كيكا لاينا تعلن عن إفلاسها وتسرح 1900 موظف. مرحبا بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. أكد أندرياس بابلا الزعيم الجديد للحزب الاشتراكي النمساوي على أهمية عودة حزب الشعب إلى الواقع وتحمل مسؤولياته في ظل التضخم المرتفع. وأشار بابلا إلى تطرف حزب الشعب في بعض المجالات معربا عن استعداده للتحالف معه إذا استعاد قدرته على التحالف. وفيما يتعلق بأوكرانيا أكد أن روسيا هي معتد ويجب دعم أوكرانيا وفقا لإمكانيات أوروبا والنمسا بشكل مستقل عن الولايات المتحدة. المحر الرئيس الجديد للحزب الاشتراكي النمساوي أندرياس بابلا إلى تشريع استخدام القنب بشكل قانوني في البلاد. وأعلن بابلا عن خطواته الأولى بعد الأزمة الحزبية التي شهدها الحزب الأيام الماضية، وأكد أنه سيتم مناقشة قضايا الهجرة داخل الحزب خلال فترة رئاسته مع التركيز على استحقاق اللجوء بدلا من مكان الطلب، مشددا على ضرورة التحاور مع المستشار النمساوي كارني هما بهذا الشأن. حذر وزير الخارجية النمساوي روسيا من التدخل في أمن المحطات النووية الأوكرانية مؤكدا دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في السلامة النووية. واعتبر الوزير الهجوم على ساتكاخوفكا وتأثيره على امدادات محطة زابوروجيا للطاقة النووية خطيرا للغاية، وأكد أن وجود الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المنشآت النووية الأوكرانية ضروري لضمان المعلومات المستقلة واستبعاد الأعمال العدائية. لذلك قدمت النمسا 1,000,000 يورو للوكالة لدعم مبادئ السلامة النووية في المحطات الأوكرانية. طالب ميخائيل غروبا من حزب الأحرار اليميني البرلمان النمساوي ترحيل مرتكبي الجرائم من اللاجئين السوريين والأفغان واصفا عنفهم الوحشي. وطالب الحكومة باتخاذ موقف صارم وتغيير سياسة البلاد. ووفقا لصندوق الاندماج النمساوي ارتفعت نسبة مرتكبي الجرائم من أفغانستان وسوريا، وأشارت البيانات إلى أن واحدا من كل 8 أفغانيين وواحدا من كل 11 سوري ارتكب جرما العام الماضي، فيما أوضح وزير الداخلية النمساوي كارنر استحالة ترحيل اللاجئين إلى بلدانهم بسبب تردي الوضع الأمني فيها. أدانت محكمة فيينا الجنائية ستيفان بيتيزنا الصديق السابق ليورغ هايدا الملهم الأول لحزب الأحرار اليميني بتهمة الاحتيال على مساعدات مكتب العمل. وكان بيتيزنا قد استفاد من إعانة البطالة ومساعدة الطوارئ في عام 2019 رغم إراداته من عمله الحر، وحكم عليه بالسجن المعلق لمدة 6 أشهر. وقد تجاهل بيتيزنا القاضية وأغلق عينيه أثناء الجلسة ورفض التوجه إليها عندما طلبت منه القاضية، إضافة لبكائه أثناء استجوابه، وبقي الحكم غير نهائي بسبب الاستئناف الذي تقدم به محاميه. Wahrscheinlich.
وفي خبرنا الأخير، أعلنت شركة كيكا لاينا عن إفلاسها وإعادة هيكلتها واستغنائها عن 1900 موظف. وأعلنت الشركة عن إغلاق أكثر من نصف مواقعها وتسريح العمال، وسوف يتم حاليا فحص خيارات التنظيم واتخاذ قرار في الأسبوع المقبل. وأعلن المالك الجديد عن إغلاق 23 موقعا وتقليص حجم الإدارات المركزية، حيث تم بيع عقارات الشركة لمجموعة سوبرنوفا بعد خسارة تشغيلية تزيد عن 150 مليون يورو. Der Liquiditätsbedarf bei sinkenden Umsätzen monatlich ca. 8 bis 10 Millionen Euro, erklärte der neue Eigentümer Visa am Dienstag. Die Verbindlichkeiten von Kiko Liner sollen sich auf rund 300 Millionen Euro belaufen. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، شاركونا بتعليقاتكم ولا تنسوا تحميل تطبيق فقراد على هواتفكم. أمسية سعيدة، كنت معكم أنا أسامة زهير، وإلى نشرات أخرى.